وانظر انا دائما ان واحد يعني يكبر في العمر يعني يزداد به حالة الخرف، يعوض هذا الخرف بالخرفان الموجودة الوليدة وهم الشباب. فهم وقود الحرب، والشباب تائهون لأنهم ليس لهم خبرات، يضحك عليهم بالكاتو بالكابتشينو بالميلو بالوطنية أو بقرباء الدم أو بالعصبوية أو بالشوفيرية، وهو ضحك وهو ضحك على اللحى النابتة حديثا على ذقون الشباب. أما الشابات فلهم قصص أخرى تتشابه وتتقاطع أيضا مع الشباب الذكور، فهم وجهان لعملة واحدة. فأنا أقول اتركوا الشباب وحدهم، اتركوهم أن يعيشوا كما يريد، أن يأخذوا فرصتهم. في عزرائيل وحيد هو ملك الموت، لم يعينك عزرائيل أن تكون ملكا عنهم حتى تقطف أعمارهم باكراً.